هديك الراي او الراي الفعلي المهندس محمود طاهر رئيس نادي الاهلي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا وسهلا سيف، ازيك؟ باشمهندس محمود، ازاي حضرتك؟ ازيك حبيبي؟ الحمد لله. تحيات كل ضيوفي، استاذ شادي عيسى، استاذ محمد الشرقاوي، استاذ عمر الايوبي، استاذ ابي الخطيب. ارجو انك تسلمني عليهم كلهم، وكلهم اخوه اعزاء ولهم كل الاحترام. يعني الناس كلها كانت بتتكلم، كان في حاله تفاؤل يا باشمهندس دلوقتي ان في جلسه النهارده اتعملت، وكان معانا الاستاذ ابراهيم داوود على التليفون، قالوا ان الاستاذ محمد عبد الوهاب حضر، وان في خطوات للحل، وفي لجنه من الحكماء او من محبي النادي الاهلي لحل الموضوع بشكل ودي. هل يا فندم الكلام ده مظبوط؟ طيب انا خليني يا سيف ابتدي معاك بتعليقين، لان انا الحقيقه حد كلمني وقال لي على مداخله الاستاذ عماد وحيد وعلى مدار، او اداني بريف كده لمدار قبل ما، لان انا ما كنتش متابع من الاول. اتفضل يا فندم. انما زي ما قال عماد وحيد، احنا ما نعرفش مين الاستاذ ابراهيم داوود، مع كل الاحترام والتقدير له. احنا عارفين انه في اتنين رافعين قضيه على النادي الاهلي. هذه القضيه رفعت بتاريخ 4/4 على ما اتذكر، يعني 2014، يعني بعد 5 ايام من انتخابات النادي الاهلي. وانا سمعت برضو ان الاستاذ اللي رفع القضيه او الاستاذ ابراهيم داوود بيقول انا محتار دلوقتي، انا كيان النادي الاهلي يهمه اكتر حاجه، وانه النادي الاهلي هو اللي خلاه يرفع القضيه، واللي خلاه يحاول يتنازل عن القضيه، او انا ما اعرفش له حق التنازل عن القضيه ولا لا. الحقيقه احنا عندنا طبعا مستشارين قانونيين، وعندنا محامين بيتولوا هذه القضيه وبيتولوا، واحنا هناخد كل اجراءاتنا القانونيه، مش عشان حاجه يا سيف، احنا بناخد اجراءاتنا القانونيه تشبثا بحقوق الجمعيه العموميه، لانه هذا وضع منطقي وطبيعي جدا في ظل الظروف اللي بتحصل، وفي ظل الظروف اللي حصلت، انه ان لا، مفروض انه ليس هناك تدخل حكومي في حل مجالس اداره او تعيين مجالس اداره وكل الكلام ده، وهو ما يضع الموضوع كله بصوره شائكه جدا. فيما يخص القعده تحديدا، انا ليا بس تعليق ان هو بتاع انه رفع القضيه بعدها ب4 ايام، هو بيقول انه لا يعلم ان هناك اتجاه معارض داخل الجمعيه العموميه، وهناك تيار مؤيد لمجلس الاداره. انا بقول له هذا كلام غير حقيقي، وهذا كلام الجمعيه العموميه اذا كان في 18,000 واحد جم صوتوا في الجمعيه العموميه ليس لهم علاقه بالشؤون الاداريه بتاعت الجمعيه العموميه، ولا كام يوم قبل الدعوه للجمعيه العموميه، فهذه المسؤوليه تنحصر في المجلس اللي دعا للجمعيه العموميه، وفي الجهه الاداريه التي اقرت الجمعيه العموميه والتي اقرت نتائج الانتخابات. مظبوط يا فندم. فهو رفع الانتخابات بعدها، رفع القضيه بعدها ب4 ايام. يعني هو كان عارف انه هناك قائمه نجحت باكملها باكتساح ساحق برغبه الجمعيه العموميه، لا كان في تيار معارض ولا كان في تيار مؤيد. يعني اعتقد ان ده موضوع واضح. فموضوع بقى انا مش هدخل في النوايا، انما ما حدث من رفع قضيه ده لغرض معين في نفس السيد داوود. هو يرفع القضيه هذا حقه، وانا اطعن في القضيه هذا حقي كمجلس اداره. انا بتشبث بنقطه مهمه جدا، الا وهي حق الجمعيه العموميه. الانتخابات، نتائج الانتخابات احدثت صدمه شديده لناس كتير يا سيف، وخلينا واقعيين ومنطقيين، وانا ما عنديش مشكله في كده، والمجلس كله ما عنديش مشكله في كده. وهذا المجلس عندما تصدى لهذه المهمه كان يعلم ان المهمه دي شاقه، ومهمه شاقه جدا، وهتطرق معاك، ولو معلش هضيع وقتكم المده. لا، تحت امرك يا فندم، اتفضل. انما لازم اقول الحقيقه شويه حقائق عشان تبقى باينه للجميع. فيما يخص كره القدم تحديدا، وفيما يخص استقالة رئيس النادي، لأنه الأستاذ عمر الأيوبي قال رئيس نادي استقال، رئيس نادي لم يستقيل. وأنا اللي بقول لك دلوقتي. وموضوع طاهر الشيخ هتطرق له معاك دلوقتي برضو عشان تبقى واضحة الأمور. الأستاذ عمر الأيوبي وما يسمعش كلام من الإعلام أو من المواقع غير حقيقي.
فيما يخص القضية نفسها والقعدة بتاعت اللي حصلت النهاردة، أنا الأستاذ محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة قال لي في ناس أو في ناس اتصلوا بيا وقالوا إنه جماعة اللي رافعين القضية عايزين يحل. قلت له أهلا وسهلا، والله دي حاجة كويسة يعني، وبيقولوا إن هم عايزين يحافظوا على استقرار النادي وكيان النادي وهذا الكلام. قلت له هو ده الهدف الرئيسي لينا جميعا، سواء مجلس سواء ناس بتعارض سواء ناس بتؤيد، فهدفنا الوحيد دلوقتي هو استقرار النادي الأهلي. النادي الأهلي النهاردة بيمر بمرحلة استقرار. بالمناسبة يعني عشان بس الأمور تبقى واضحة، واللي قاله برضو الأستاذ عماد وحيد واحد على 500 مما حدث في أقل من عامين في بنية تحتية وفي إنشاءات وفي فروع جديدة بتفتتح وفي أعضاء جديدة وفي خدمات وفي نشاط رياضي وفي كرة قدم. كرة القدم برضو عايزين نفتكر احنا استلمنا هذا المجلس السلام، وعايز افكر كل الساده الافاضل وكلهم نقاد رياضيين وحافظين باليوم وبالتاريخ، فريق كره القدم عندما تسلمه النادي الاهلي كان الرابع على مجموعته، كان الدوري في مجموعتين سنتها، وكان الرابع على مجموعته مش الرابع على الدوري، واستطعنا الحصول على الدوري بتوفيق من الله، بتوفيق من الاداره، بتوفيق من اللي كانوا بيديروا الكره في هذا الوقت، ايا كان انما استطعنا الحصول على الدوري في فريق استلمناه وهو كله اعتزالات وكله اصابات. عندما تبدا بتكوين فريق، وكل الاساتذه الافاضل اللي قاعدين معاك يعلموا ذلك، الفرق التي تبنى ما بتبناش في اقل من 3 فترات انتقاليه او 4 فترات انتقاليه على الاقل، بالذات بمدربين جداد بيتوالوا بتاخد وقت منهم على ما يبتدي يعمل المعادله ويثبت التشكيل ويوصل للنتيجة النهائية اللي هو عايزها.